ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالة عدد من الأطباء من أجل مكافحة مرض الإيدز. الورشة كانت بدعم من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المجلس الوطني لمكافحة الإيدز. تفاصيل أوفى مع الزميل خليل حسن صالح. إن القضاء على وباء الإيدز ومحوه نهائيا هو الهدف الرئيس الذي نظمت لأجله هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها عدد من الأطباء والفنيين بمختلف القطاعات الصحية لأقاليم البلاد. وخلال افتتاح أعمال هذه الدورة رحب الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لمكافحة الإيدز عباس أبكر بالحضور، مؤكدا أهمية الورشة في القضاء على فيروس نقص المناعة المكتسبة، شاكرا منظمة الصحة الدولية لدعمها الدائم للحكومة للقضاء على هذا الداء. الأمين العام لوزارة الصحة العامة حامد جبر قال إن محاربة الإيدز والقضاء عليه نهائيا في مطلع العام 2030 هو الشغل الشاغل لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، كما يضيف أن مجانية العلاج وتوفيره في كل أقاليم البلاد أمر يترجم نوايا الحكومة لمحاربة هذا الوباء. نسبة الإيدز في خلال العشر سنين الماضية ده خفضناها بنص، من 3.3 جينا في 1.6، معناتها مرحلة كويسة. وأيضا بلدنا عملت اتفاقية مع منظمة العمل للصحة بكون 90% من سكاننا يكونوا يعملوا كشف عن الإيدز، و90% يشيلوا الدواء، و90% يكونوا خاليين من الفيروس عن السيدة. نبقى بوزارة الصحة العامة، حيث اختتم الأمين العام لوزارة الصحة العامة دكتور حامد جبر قبل يومين أعمال الدورة التدريبية التي نظمت لصالح الخريجين الجدد حول كيفية ممارسة مهنة الطب بمختلف الأقاليم. تقرير عائشة أحمد دوكي. إن مهنة الطب يتجسد فيها أخلاقيات وواجبات ترفع من معنويات مرضاهم، وأن ترقية التعامل واكتساب الأشخاص من ضمن الفنون والمهارات تضع في نفسية الإنسان شيء من الرضا والتعافي. فكانت هذه الدورة التدريبية التي نظمت من قبل وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع التعاون السويسري في مجال الصحة لصالح الخريجين الجدد من كلية الطب ومنتسبي الوظيفة العامة حول كيفية ممارسة عملهم بشكل جدي ومهني، حيث يتم تدريبهم حول استقبال المرضى ومتابعة المريض في المراكز الصحية الخاصة، وكذا التعرف على البرنامج الوطني للصحة العامة. محافظ إقليم شاربة جرمي الغالي آدم كوري أشاد بأهمية هذه الدورة والتي تقوي قدرات الأطباء للحفاظ على صحة المواطنين وفق رؤية رئيس الجمهورية وعنايته بصحة الأم والطفل. وعن دوافع وأهداف الدورة تحدث الأمين العام بوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر، والذي أشار إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات الطب. معناتها أي ما سنة عندنا ورشة تدريبية عشان ندربهم للهدف واحد، أولا بأولا التقطيع الصحي هنا تشاد هو مكون من 3 أفرع، والفرع اللي هو فوق الخدمات الصحية ده الديستريك ده بدور طبيب مدرب في خدمات أول الطوارئ أولا بأولا، والجيسيون هنا الأطباء والممرضين اللي قاعدين عشان أي خدمات صحية تلقى رد، هنا نادم مدرب وجاهز للعمل. خلال 4 أسابيع سيتلقى هؤلاء الأطباء البالغ عددهم 30 فردا كما من المعلومات تعينهم في خدمتهم بالصورة المطلوبة،